سادتي مشاهدينا الكرام أينما كنتم حياكم الله من جديد في تغطية فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس 2017 ومعرض الدفاع البحري نافدكس 2017 في دورته الرابعة. ونلتقي من جديد بضيوف هذا المحفل الدولي حقيقة في أبو ظبي من مركز أبو ظبي الوطني للمعارض. ومعنا حاليا السيدة كريستين جانفراني رئيسة شركة كاتسي الكندية. أهلا بك سيدتي. حقيقة ما هي الجهات التي تمثلونها في هذا المعرض العالمي وكيف تقيمون مشاركتكم في آيدكس 2017 ونافدكس 2017؟ Well, I'm lucky enough to represent a very large contingent of Canadian companies. So the العديد منها شركات في الكندية وهي مختصة في الدفاع وكلهم متواجد هنا في آيدكس. هناك 21 شركة حاليا في العرض اليوم وأن مثل 75 شركة في المعرض بصفة عامة، وهذا دور كبير جدا وأنا سعيدة من أن أكون هنا. كيف تجدون كذلك تنظيم آيدكس 2017 وهو مؤكد أنه قد تغير منذ إطلالته الأولى منذ عام 95 إلى هذا اليوم في 2017 مع قدوم الكثير من التقنيات والأنظمة؟ أنا كنت هنا منذ سنتين فقط. 2015 كانت أول مرة وأجد أن 2017 أكبر وأفضل، وكنت في حفل الافتتاح أيضا وكان فعلا استعراضا بالفعل، والعائلة الملكية كانت متواجدة وهذا الشرف بالأكيد للكنديين، والمعرض يكبر أيضا وكل المجالات تكبر. وكما ذكرنا أن هناك أربعة من في الإمارات متوفرة إلى هنا، وسجد أن يكون هناك استمرار وأتمنى أن أعود كل سنتين. كذلك أود أن أتحدث معك بشأن الصفقات الكندية، هل يا ترى نالت نصيبها كذلك من الحظ الوافر في عقد الصفقات؟ خصوصا وأن الصفقات بلغت حوالي 11 مليار درهم إماراتي و300 مليون. أعتقد أنه وصل إلى 15 مليار من الدولار الكندي، وهذه هناك عقود كثيرة، ولكن أعتقد أن أكبر عقد ومشهور أنه بالنسبة لجنرال ديناميك للبرية مع المملكة العربية السعودية. وهناك شركات أخرى، وفهمت أن هناك شركة طبعا نتحدث عن اليوم الأول واليوم الثاني وما زالت الصفقات مستمرة. هذا حصل قبل ذلك. تعرف في الإمارات يجب أن تكون حتى منذ 3-4 سنوات حتى تكون هذه العلاقة متطورة أكثر، ولكن لذلك هناك لدينا مثل أنظمة التي أتينا بها لأول مرة، وكان بالنسبة لإحدى الشركات الكبرى اللي هنا لديها الشراكة بال إيلو سبيس مع شركة وتعمل على بعض أعمال في المنطقة أيضا، وهناك سوق حيوي كثيرا بالنسبة للكندانيين، خاصة لأن هناك رؤى للتطور والبلدان الخليجية تريد في هذا التطور وفي هذا الزخم الكبير من الصناعات. كذلك هل قدمت كندا منتجا خاصا متميزا بتكنولوجيته العالية أو عسكريا وهذا ما أعنيه؟ نعم لدينا في كندا هناك لدينا القليل من كل شيء، وأقول أنه جاء بالنسبة لمعدات وأيضا
as most people know, اخمامات للغاز ايضا وبالنسبه للدفاع نحن ايضا بالنسبه للتكنولوجيا المعده نحن جيدين ولكن هناك تدريبات انظمه للتدريبات وهناك شركات لديها ايضا شركات وهنا تعرض في ايدكس ونابدكس واسمها سي اي اي وهناك مشبهات ايضا لدينا هذا ما تنتجه كندا بصفه خاصه في هذه المنطقه لطالما مثل معرض ايدكس الدولي في ابو ظبي منصه لعدد من دول العالم لتسويق كذلك منتجاتها والتعريف بها كذلك الى اي مدى كان ايدكس هذا العام برايك منصه للتعريف بالمنتجات الكنديه والصناعات العسكريه ايدكس هم بصفة خاصة مهمة جدا لأنه استعراض منطقة يجتمع فيها الناس والشركات بإمكانها أن ترى كل نوعية الشركات الأخرى من الإمارات من قطر من الأردن من الكويت من السعودية العربية وأيضا وأقول أنه هو أعتقد العرض الأول هنا في منطقة الخليج العربي ونقابل كل زبائننا من الخليج ومن القوات الدفاع ومن كل البلدان الأخرى هو العرض الأول لذلك كندا متواجدة هنا ونحن هناك نقوم نشارك في ثلاث معارض لمعدات الدفاع لأن نحن بلد صغير من ناحية عدد السكان وأعتقد من ناحية الدفاع أيضا وآيدكس هو المعرض الذي نشارك فيه لأنه مهم سيدة جنفراني أرجو أن تبقي معنا نذهب إلى الزميلة لدى الرئيسي وإلى زاوية من زوايا معرض الدفاع الدولي ايدكس لدى هل تسمعينني؟ تفضلي نعم من إحدى زوايا المنصات الموجودة في معرض ايدكس 2017 لفت انتباهنا هذه الجهة أو هذه المنصة تحت مسمى جسدك أمانة وهي مبادرة تحت رعاية القوات المسلحة وبتنظيم من هيئة الخدمة الوطنية طبعا للحديث أكثر عن هذه المبادرة والتعرف عليها تنضم معنا الأخت رقية آل بشر أخصائية تغذية لتحدثنا أكثر عن مبادرة جسدك أمانة ما هي هذه المبادرة؟ المبادرة هاي تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة وبتنظيم من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تم إطلاق هاي المبادرة الوطنية اللي تستهدف كافة فئات المجتمع سواء ناشئ كبار صغار يعني وافدين مواطنين تستهدف الجميع كافة أفراد المجتمع الحملة هاي انطلقت من يناير من بداية السنة وبتكون بنكمل مع الحملة هاي على مدى 12 شهر على مدى سنة كاملة كل شهر من شهور السنة هاي بيكون عن موضوع معين موضوع صحي هي الهدف من الحملة هاي زيادة الوعي الصحي يعني زيادة التثقيف الوعي والتثقيف الصحي ونحاول ان نشجع الناس لاتخاذ سلوكيات صحية بتكون بشكل بسيط يعني شرح بسيط وانها توصل لكافة فئات المجتمع يعني ما يعني الشرح يكون بسيط انها ممكن توصل الفكرة للجميع بتكون على مدى 12 شهر كل شهر بيكون عن موضوع صحي معين مثلا بدينا نحن في اللياقة البدنية والشهر هذا عن التغذية والشهر اللي بعده بيكون عن التروية أثناء نحن مركزين في الشهر هذا على موضوع معين بنكمل على المواضيع الأخرى يعني الموضوع هذا مش انه خلاص خلصنا منه لا بيستمر معانا على طوال السنة اوكي وطبعا هاي الحملة بتنظيم مع المنظمة العالمية اللي هي WHO منظمة الصحة العالمية بالتنظيم مع وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم مجالس رياضية جهات حكومية جهات خاصة يعني مع كذا منشأة حكومية أخت رقية راح يكون هناك في برنامج مستهدف يغطي مثلا المدارس يغطي المؤسسات الحكومية للترويج والتعريف بهذه الحملة أوكي مستقبلا نحن إن شاء الله بنحاول يعني نغطي مثلا في مدارس مثلا نسوي حملات نسوي مثلا برامج توعوية في كذا مكان مثلا أماكن عامة مثلا مؤتمرات صحية مدارس مثلا والمؤسسات الأسرية بنحاول بعد نفس الشيء مجالس رياضية نحاول نغطي كافة المؤسسات الأخت رقية آل بشر أخصائية تغذية شكرا لك على التعريف بهذه المبادرة الحقيقة تشكل شيء مهم في المجتمع وهو أن فعلا الجسد يعتبر أمانة
إذن هي زاوية جديدة من الزوايا أو من المنصات الموجودة، وهي مبادرة جميلة حقيقة أن يعي الإنسان أهمية هذا الجسد وكيفية المحافظة عليه. عودة لكم في الاستديو. شكرا الزميلة المتعلقة ندى الرئيسي، شكرا. أعود إلى السيدة كريستين جان فراني رئيسة شركة كاتسيا الكندية. يعني على الرغم من بعد المسافة بين الإمارات وكندا، إلا أن هناك علاقات متميزة حقيقة ومشتركة في العديد من المجالات. هل لك أن تطلعينا على بعض المشاريع المشتركة ما بين الإمارات وكندا في المجال العسكري؟ بالتأكيد أن في علاقة العلاقات الجوية أعتقد أن هناك العديد من عمل نقوم به مع بعض، ولدينا أيضا شركات مثل CIE التي تبني مركزا للتدريب أيضا هنا، وهناك العديد من المراكز سيجمعون هذه ويكون تدريبات بالمشابه أيضا. وكندا تستثمر كثيرا هنا في الإمارات، ومن ناحية الثقافية أيضا هناك علاقة جيدة جدا. نحن نفهم طريقة العمل في الشرق الأوسط، ونحن نبني العلاقة ولتكون هناك شراكة بيننا، علاقة قوية بالفعل. يعني اسمحي لي في طرح مثل هذا السؤال، ويعني كما أن كندا تبحث لها عن سوق في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط وفي الإمارات أيضا خصوصا، كذلك الإمارات تبحث عن سوق لها في كندا، أو أسواق دعينا بتعبير أكبر، تتسع أيضا لحجم الصناعات الإماراتية. هل السوق الكندية تتسع لحجم الصناعات الكندية أو الإماراتية دعينا؟ بكندا دائما الذي الحكومة تريد أن تنهض به أن تكون منفتحة وأن تكون هناك توجه إلى اختيار الأفضل في العالم، وأعتقد أن نحن سوقنا مفتوحة من أكبر الأسواق المفتوحة في العالم، وأعتقد أنه من السهل بناء شراكات أيضا وبيع في السوق الكندية، لأن الآن نحن هناك بالنسبة لسفن حربية جديدة، وأعتقد أن هذه فرص لأي أمة أن تقول. وسأقول هذا لا يغفل مستوى الجودة التي وصلت إليه الصناعات الإماراتية والصيت الكبير العالمي الذي تحظى به حاليا في العالم، وخصوصا مع بالتعاون أيضا مع الشريك الكندي. مستوى الثقة كذلك عند المشتري أو السوق دعيني أقول، والفعاليات الاقتصادية في كندا بالنسبة للسلاح العربي أو بالسلاح الإماراتي. ككل أمة نحن مثلكم في الإمارات نبحث على أن يكون لدينا أعلى وأزود التكنولوجيات، فأعتقد أن الجيش الكندي يشتري مرة في كل 20 سنة، ولكن أعتقد أنه كان يكون أن يكون هناك نوعية جيدة جدا، وأن مثل في الإمارات هناك تكنولوجيا عالية المستوى، وأيضا بالنسبة لخريجي الجامعات والذين تلقوا تعليما جيدا. نحن أيضا سوق مفتوح أيضا للمعاملات، ولكن أعتقد أن نحن نشتري مثل الإمارات، نريد الأسود. هناك يعني لكل من الدول تحديات متعددة، وملف الأمن خصوصا يأخذ منها جزءا كبيرا، وأكبرها هي مسألة الإرهاب الذي يسود بعض من مناطق العالم، ويثير كذلك الكثير من المخاوف لدى قيادات هذه الدول. حقيقة أين تجد كندا مثل والشركات الكندية حلا لهذه المعادلة؟
كندا معروفة العالم أنها بالنسبة للتكنولوجيا المعلوماتية أيضا، وأيضا نتحدث كثيرا مثل ما نقوم به هنا في قطاع الدفاع، ولكن بالنسبة للذين يعرفون كندا لدينا أيضا نظام بنكي مستقر تماما ونظام مالي أيضا مستقر، ولذلك يأتي من أن لدينا فعلا هذه قدرات في المعلوماتية أيضا وفي الإدارة المعلومات أيضا ووعي معلومات أيضا. وكندا هي ممكن أن أقول أنها تساهم بالنسبة للعالم مع العالم لمقاومة الإرهاب السيبيري، ولكن أعتقد أن يمكن أن تستخدمون هنا في القوات المسلحة. نحن يعرفوننا أن نريد السلام في العالم، وإذا استمرنا في هذه المهمة أعتقد أن الحكومة ستريد أن تستمر في المستقبل بهذه الدولة. القوات الكندية أيضا هي معروفة بأنها قوات لطالما قدمت الخدمات الإنسانية على العسكرية، أين يضع هذا الدور الملقى عليها في الظروف الصعبة كذلك التي يمر بها العالم، وعني ظروف سياسية و لا يمكن أن أتحدث عن وزارة الدفاع، ولكن أعتقد أن أقول أن سنرى أن هناك العالم سيرى أكثر الآن كندا سيشاهده، وأعتقد أن حكومتنا تبرهن على أن ملتزمة تماما إلى عمليات السلام في العالم، وملتزمة أيضا أن تعمل مع حكومات العالم للقضاء على الإرهاب وتعود السلام والأمان في المنطقة. نحن لم نخجل أبدا في بعث إرسال أيضا قواتنا لمساعدة الآخرين. العلاقات العسكرية الإماراتية، وأنا أعلم أن هذا السؤال لا يعنيك بالدرجة الأولى، ولكن أنا أخذ من وجهة نظرك هنا كونكم أيضا ممثلة لعدة شركات كندية، كيف ينظر إليها في كندا؟ أعتقد أن كندا بصفة عامة يرون أن علاقة الإمارات وكندا هو مكان للأعمال، أيضا الناس متسامحون هنا وطيبون والعلاقة صحية وقوية. وبالنسبة للقوات الكندية كانت متواجدة، وقد شاهدت منذ أيام أن هناك العميد وحيد وقال ألقى علينا السلام ويعرف الناس من كندا، وأعرفنا قائد القوات المشتركة كان هنا سابقا، وأيضا بالنسبة للقادة الآخرين. وأعتقد أن علاقة القوات المسلحة مع بعض قوية جدا، والكنديون يأخذون ذلك بعين الاعتبار عندما يرون. سيدة كريستين، كيف تقيمون كذلك مستوى التعاون مع شركات إماراتية وكندية على هامش معرض الدفاع البحري نافدكس 2017؟ كيف أقيم ذلك؟ أعتقد أن أقول أنه 10/10. أنا لم أرى أي شركة كندية تخجل من القيام بالعمل هنا وتربط، لكن موجودون ونريد أن الإماراتيين يريدون أيضا التعامل مع. أنا أقول 10/10. من وجهة نظرك في معرض الدفاع الدولي في آيدكس، ما الذي قد يجذب الشركات الكندية أكثر كتخصص في الصناعات العسكرية؟ هذا صعب. أنا أقول أن الكنديين والشركات الكندية لدينا ليس لدينا شركات كبيرة، لدينا العديد من الشركات الصغيرة والعديد، وهذه أغلبة الشركات تقدم أنظمة بالنسبة لأماكن أو أرضية كبيرة. هل تكمن صعوبة فيما يطلبه العملاء أو ما يطلبه السوق؟ It's
لا لأن هذه الشركات الكندية دائما تقليديا هي صغيرة وأيضا متخصصة جدا, لذلك نحن نريد أن لاستقطاب أكثر شركات هنا ربما نحتاج إلى شراكة قوية أيضا, ولابد أن يكون هناك مزودون أيضا في سلسلة التزود. أيضا هناك العديد من الشركات الصغيرة بإمكانها أن تأتي إلى الإمارات هنا وتنشط هنا, وإيدك أيضا هنا كان منظمة جيدة جدا حتى ننطلق ونجد شراكة معها. ولكن أعتقد أن نحن مسألة أن الكنديين يكونوا جاهزون لمسوق الإمارات وجاهزون للوقت الذي يستغرقه القيام بأعمال معها. قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق باتفاقية نافتا, هل سيحد من أو يؤثر من الصناعات العسكرية الكندية ويحد من نشاط الشركات؟ كما نقول بالإنجليزية, أعتقد أن الحكم قد انطلق لا نعرف إلى الآن, ومدير وزير الدفاع لدينا وأعتقد أنه قابل وزير الدفاع الأمريكي, وأعتقد أن الحديث بينهما كان جيدا, والإمارات هم أيضا شريك كبير جدا بالنسبة للدفاع وهي علاقة جيدة بيننا, وأعتقد أن بالنسبة أن التغييرات أيضا في الحكومات, ودائما كندا تريد القيام بأعمال أيضا, ونعرف أننا هناك العديد من المنتجات وأعتقد أنها مطلوبة في كامل العالم, وأعتقد أنها تباع أيضا في الولايات المتحدة. أعتقد أن العلاقة ستبقى بهذه الطريقة بالرغم ما قاله الرئيس ترامب. السيدة كريستين جانفراني رئيسة شركة كاتسي الكندية, شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في هذا الاستوديو. شكرا. ننتقل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى المؤتمر الصحفي اليومي في معرض الدفاع الدولي آيديكس 2017. For our, the newcomers, our new partners, we have instant translation, so please ask for a translation headset. Please raise your hand if you don't have one, and if you need one, one at the first row, please. Anyone else needs a translation headset? Two, please. Mid left and far right, far left. A quick reminder also for our new joiners, welcome on board. Today's press conference will be addressed by two official spokespeople for IDEX and NAVDEX. We won't answer any questions outside of IDEX and NAVDEX. They're the official representatives of the two shows. Any other questions can be addressed to other spokespeople at the concerned parties in the UAE government. بداية اسمحوا لي أن أعرف على المتحدثين الرسميين على الطاولة لهذا اليوم. معنا على يمين الطاولة سعادة العميد الركن الطيار راشد الشمس المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع الدولي آيديكس 2017, وعلى يساره سعادة العقيد الركن فهد الذهلي البحري, العقيد الركن البحري فهد الذهلي المتحدث الرسمي باسم معرض نافديكس 2017. تفضل سي. السلام عليكم. طبعا مرة ثانية بنذكر زي ما تعودنا في خلال المؤتمرات السابقة, بنذكر المبلغ بالصفقة والمبلغ بالدرهم الإماراتي, وآخر شيء بنقول المجموع بالدرهم وبالدولار. طبعا اليوم كان في عدد 31 صفقة وعقد انترناشنال جولد جروب, تنفيذ البنية التحتية لأنظمة المعلومات والاتصالات. المبلغ كان 76,494,000 درهم إماراتي. شركة ريميتال إير ديفنس, عقد الإسناد الفني وتوريد قطع الغيار وأعمال الصيانة والإصلاح لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي, 34 مليون درهم إماراتي.
ريثيون كمبني شراء معدات وقطع غيار لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بمبلغ وقدره 828 مليون و 261 ألف درهم إماراتي. شركة الجابر توريد قطع غيار لصالح القوات البرية بقيمة 36 مليون درهم إماراتي. شركة نافال للحلول المتقدمة شراء منظومة تحديد دقة إصابات الطلقات بقيمة 11 مليون و 243 ألف درهم إماراتي. شركة جلوبل لإمداد الطيران قال تقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع الطائرات بقيمة 50 مليون درهم إماراتي. شركة المسعود عقد صيانة وإصلاح الآليات بقيمة 40 مليون درهم إماراتي. شركة BAE System AB شراء أنظمة لصالح القوات البحرية بقيمة 60 مليون درهم إماراتي. شركة تكنولوجي كارمينج سولوشن شراء أنظمة استطلاع لاسلكي بقيمة 8 مليون 934 درهم ألف درهم إماراتي. شركة هيسكو باستشن ليمتد شراء مواد وتجهيزات هندسية بقيمة 76 مليون و 168 ألف درهم إماراتي. شركة هارس كوبريشن كوميونيكيشن شراء أجهزة راديو وملحقاتها بقيمة 77 مليون و 129 ألف درهم إماراتي. شركة اعتماد القابضة عقد صيانة المنظومة الأمنية للحدود والمنشآت الحيوية بقيمة 285 مليون درهم إماراتي. شركة بوينغ كمباني إدارة مشبهات النقل لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 68 مليون و 685 ألف درهم إماراتي. شركة بولكر جي أم بي إتش شراء بدلات واقية وملحقاتها بقيمة 164 مليون و 916 ألف درهم إماراتي. شركة دي تي إس ديفنس سيرفيس تراكس تطوير ورفع كفاءة معدات القوات البرية بقيمة 87 مليون درهم إماراتي. شركة سولوشن ماين وولف شراء معدات كسح الألغام وإزالة المتفجرات بقيمة 16 مليون 132 ألف درهم إماراتي. شركة بارامونت شراء آليات 8x8 بقيمة 10 مليون 120 ألف درهم إماراتي. مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير شراء ذخائر لصالح القوات البرية بقيمة 84 مليون و 919 ألف درهم إماراتي. شركة سهام الخليج شراء وتوريد ذخائر بقيمة 226 ألف و 533 ألف درهم إماراتي. شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية توفير الدعم الفني المتكامل للطائرات المسيرة بقيمة 377 مليون و 23 ألف درهم إماراتي. شركة المسعود تقديم الإسناد الفني بقيمة 54 مليون درهم إماراتي. شركة درويش بن أحمد وأولاده شراء عدد من رؤوس تريلا نوع علمان وعدد المقطورات لنقلات الدبابات بقيمة 55 مليون و 952 ألف درهم إماراتي. جمعية القوات المسلحة شراء أهداف للميادين بقيمة 5 مليون درهم إماراتي. شركة CAE Maritime Middle East شراء وتركيب معدات مشبهات ومركز للتدريب البحري
بقيمة 275 مليون و 475 ألف درهم إماراتي. شركة بيانات رخص البرمجيات وإنتاج المعلومات المكانية 277 مليون درهم إماراتي. شركة الشمال للحلول العسكرية تدريب المرشحين الطيارين في كلية بيكر الإسرائيلية بقيمة 134 مليون و 300 ألف درهم إماراتي. شركة بالمز الرياضية توفير مدربين متخصص مدربي رياضة الجوجيتسو والقتال العسكري بقيمة 365 مليون و 351 ألف درهم إماراتي. شركة ماتريكس عقد شحن المواد ومن وإلى الدولة بموجب العقود التجارية والاتفاقيات الحكومية FMS Case بقيمة 114 مليون و 964 ألف درهم إماراتي. مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات شراء قطع غيار الآليات العسكرية بقيمة 96 مليون و 952 ألف درهم إماراتي. أكاديمية الطيران العالمية هورايزن تأهيل وتطوير مهارات الطيارين بقيمة 30 مليون درهم إماراتي. مؤسسة أطلس للاتصالات شراء وتركيب أجهزة الطائرات بقيمة 48 مليون و 70 ألف درهم إماراتي. مجموع قيمة صفقات اليوم الثالث هو 4 مليار و 75 مليون و 627 ألف و 554 درهم إماراتي، ما يعادل مليار و 109 مليون و 618 ألف و 174 دولار أمريكي. طبعا نكرر مرة ثانية، 31 صفقة كانت اليوم. شكرا يا سيدي. للأسف اليوم عندنا وقت محدود جدا لإجراء الأسئلة والأجوبة أو فتح المجال للأسئلة والأجوبة. أول سؤال محمد الرعب، تفضل سيدي. عليكم السلام. اليوم شفنا ما شاء الله يعني 4 مليار و 75 مليون بلمس 11 مليار و 300 خلال يومين، تقريبا حوالي 16 مليار درهم خلال باقي يومين. الجزء الأكبر لحظة عمليات وهي مشاريع التدريب والتطوير في القوات المسلحة، هل هناك رصد أو قيمة معينة لعمليات التدريب لقواتنا المسلحة؟ واللي شفنا من خلال كثير من الزوار الذين أشهدوا بدور قوات المسلحة وكفاءة القوات المسلحة الإماراتية. طبعا الأسلحة، جميع الأسلحة الحديثة تتطلب تدريب مستمر. القوات المسلحة في بجانب العمليات وقتها تقضي في التدريب، تدريب باستثمار مهم للقوات المسلحة، وتدريب على المعدات الحديثة يتطلب وجود عقود يعني توفر الخبرات اللازمة للتدريب سواء في المعاهد أو في جلب الخبرات والمشبهات اللازمة للتدريب. الاستثمار فيه بصفة عامة، ميزانية القوات المسلحة طبعا محددة مبل النقاش، ولكن في تخصص لها مبالغ للتدريب والاستثمار في تدريب الكادر العسكري. أوكي، إذا ما كان في أي أسئلة ثانية شباب سلام. أوكي مايك. Hi, Alex from Reuters News. Could you just clarify, bring us up to date, what is the total so far in the first 3 days? Do you have that figure? Well, I don't have it at the top of my head, but, you know, as he said, you know, he gave me a hint, almost 16 million dirhams, you know, so... but at the end of, you know, at the end of... We are not calculating totals now, but at the end of IDEX, we'll calculate totals. You said on day one that you expect, I think it was around 20 billion. We are, you know, somebody mentioned 20 million. I said I wish that we will reach there. I think there's a target set by IDEX to, you know, proceed last year's, IDEX, where, you know, our target, I think, and 18 billion. This year, 18 billion. This is our target. It looks very promising so far. And can you just clarify whether there's any Iranian exhibitors at this year's show? Well, thank you very much for attending today's show. As we said, we kind of confined this to exhibitors. Thank you very much. The time is quite limited for us today. Thank you very much for attending today's meeting. Thank you for coming. شكراً جميعاً لحضوركم اليوم. شكراً.
كان هذا مشاهدينا الكرام المؤتمر الصحفي اليومي لمؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 في دورته 13 لهذا العام. وطبعا حجم صفقات كبير حقيقة مقارنة بالأعوام الماضية، يعني إجمالي الصفقات 31 صفقة حتى اللحظة ب 4 مليارات و 627 مليون درهم، مبلغ كبير جدا. ودعوني أرحب حقيقة معي في الاستوديو هنا في استوديو تلفزيون أبو ظبي من مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في مؤتمر دفاع الدولي آيدكس 2017، أرحب بالسيد نيكولاس إيمز الرئيس التنفيذي لشركة جروب إس سي البريطانية. أهلا بك سيد نيكولاس. حبذا لو تحدثنا عن المشاركة في هذا الحدث العالمي آيدكس 2017 ونافدكس 2017 والصفقات، حقيقة أود أن أعرف رأيك فيها التي وصلت حتى هذه اللحظة بعد المؤتمر الصحفي كما أعلن عنه منذ قليل إلى 4 مليارات تقريبا و 627 مليون درهم. أسمع رأيك وأسمع كذلك طبعا رأيك في المعرض عموما وهذه مشاركتكم السنوية فيه. Well, thank you, and I must say it's a great privilege to be here again. مازن نكون هنا مرة أخرى. لقد شاركنا في آيدكس خلال 10 سنوات أيضا مع شركة إماراتية أيضا، وأيضا جربنا مركبتنا أيضا هنا في الإمارات لسنوات طويلة ونستمتع بالتحديات في هذه المنطقة خاصة الأرض التي يمكن أن نجرب على العربات. وبالنسبة لنا آيدكس أنه معرض رائع جدا، هنا تقابل الزبائن وترى الصناعات الجديدة وترى أين أنت من كل هذا. وهذه السنة العاشرة ونحن فرحنا جدا بأن نكون في هذا المعرض الحماسي، كل سنة يكبر أكثر ونحن سعداء أن نكون. 10 سنوات أيضا هذا رقم ليس بالهين يعني في حجم المشاركات في آيدكس. حبذا لو تطلعنا على مدى الإقبال على ما تنتجه إس سي جروب البريطانية وحجم الإقبال عليها من قبل المصنعين الآخرين والعملاء في الشرق الأوسط. بالنسبة لمجموعة إس جروب سوبركات العربية في تصميمها كانت مركزة جدا لأنها عسكرية خاصة، لأننا نحن متخصصون في نقل الجنود إلى أماكن غير قادرين أن يذهبوا إليها عادة، ولذلك نحن نقدم هناك تحرك استراتيجي ويمكن أن تكون داخل مروحية، يمكن أن تكون أيضا في أي مكان لك أيضا. نقدم العديد من الحلول أيضا بالنسبة للجنود في أيامنا هذه حتى يكون جاهزا للقتال. وأعتقد نحن فخورون أيضا بسوبر كات، بعنا منها الكثير للقوات المسلحة في العالم، أعتقدنا سيكون مميز جدا أن ننطلق من في الشرق الأوسط من الإمارات وتكون. سيد نيكولاس أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. نذهب إلى الزميل حامد رعاب مشاهدينا الكرام وهذه الإحصائية وملخص للمؤتمر الصحفي وما جرت فيه من صفقات وإعلان لأرقام وحجم الصفقات. إليك زميل حامد.
نعم شكرا للزملاء وحياكم الله مجددا هنا من قاعة عرض الصفقات للقوات المسلحة الإماراتية خلال معرض آيدكس في يومه الثالث على التوالي. نذكركم قبل الدخول في تفاصيل هذا اليوم، اليوم الأول كانت قيمة الصفقات 4 مليار و400 مليون درهم، اليوم الثاني كانت أيضا هناك أكثر من 8 مليارات درهم ليكون قيمة اليومين تقريبا ما يقارب 11 مليار و300 مليون درهم. اليوم قيمة الصفقات هي 4 مليارات و75 مليون درهم ليكون في المجمل قيمة الصفقات أكثر من 15 مليار و600 مليون درهم، أي ما يقارب 16 مليار درهم. وهكذا يعني باقي يومين، فمن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقات 18 مليار و500 مليون درهم، وهي القيمة المتوقعة لقيمة صفقات القوات المسلحة في معرض آيدكس ونافدكس. اليوم هناك عدد من تقريبا كان هناك 31 صفقة مع شركات محلية، طبعا كان أغلبها وأيضا شركات أجنبية. أغلب هذه ربما ما يميز هذه الصفقات اليوم هو تركيز بعض هذه الصفقات على شركات التدريب والتطوير والتأهيل من عدد من الشركات المحلية والأجنبية، وذلك مواكبة للأسلحة المتطورة والبرامج الجديدة التي تدخل في القوات المسلحة الإماراتية التي تميزت وبشهادة الجميع، وهذا وضع له ميزانية كما تحدث هنا المتحدث باسم آيدكس، أنا ميزانية متخصصة لتتماشى وتتواكب مع النمو والتطورات في التكنولوجيا المستخدمة في القوات المسلحة. اليوم ربما كانت من أكبر الصفقات هي الصفقة الثالثة وتمت عبر شركة أمريكية بقيمة 828 مليون درهم، وهي شراء معدات وقطع غيار لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة نذكر 828 مليون درهم. أيضا كان هناك صفقة أخرى ب 377 مليون درهم وهي عبر شركة محلية إماراتية شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية وتوفير الدعم الفني المتكامل للطائرات المسيرة. أيضا كان هناك عدد من الصفقات الأخرى ربما من بينها هناك توفير مدربين بتخصص مدربي رياضة الجيوجستو والقتال العسكري عبر شركة بالمرز الرياضية بقيمة 365 مليون درهم إماراتي. وهناك أيضا عدد من الصفقات الأخرى المتنوعة كعقد صيانة المنظومة الأمنية للحدود والمنشآت الحيوية عبر شركة اعتماد القابضة الإماراتية بتقريبا 285 مليون درهم. طبعا تنوعت الشركات أيضا هناك عبر شركات سويسرية أمريكية بريطانية سويدية ألمانية وجنوب أفريقية، وأيضا من الشركات في المملكة الأردنية الهاشمية بتقريبا ما يقارب 85 مليون درهم لشراء ذخائر لصالح القوات البرية من مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير. يعني تقريبا ما يقارب 16 مليار درهم قيمة صفقات 3 أيام للقوات المسلحة الإماراتية خلال معرض آيدكس ونافدكس. وإذا ما استمرينا على نفس الوتيرة التصاعدية في عدد قيم الصفقات، فمن المتوقع أن يجتاز 18 مليار ونصف مليار درهم هنا. وهذا الرقم له دلالات كبيرة في ظل الأوضاع الحالية وما يؤكد قوة التدريب والتأهيل للقوات الإماراتية، التركيز على استخدام أفضل الوسائل والسبل والتكنولوجيا المتطورة التي تتميز بها الجيوش العالمية، ومنها جيش دولة الإمارات العربية المتحدة، الجيش الذي وضع له بصمة وفخر وبسالة، وذلك بشهادة الجميع من رؤساء دول وزراء الدفاع المشاركين وأيضا كافة المختصين في هذا المجال. أيضا ما يميز هذه الصفقات هو منافسة الشركات الإماراتية للشركات الأجنبية في كافة الصفقات وفي كافة القطاعات من ذخائر أنظمة اتصالات أنظمة تدريب وغيرها
من هذه الشركات هنا في معرض آيدكس. أيضا اليوم هنا ربما يحضرنا العقيد الذهلي اليوم المتحدث, ويعني كان يتحدث عن نظام وعن سفينة الزورق الحربي أريلا الذي تم إطلاقه اليوم, وهو فخر من الصناعات الإماراتية التي أذهلت الجميع والذي تم تدشينه اليوم. هذا الزورق البحري متعدد الاستخدام, طوله أكثر من 67 إلى 68 متر, بعرض ما يقارب 12 مترا وبسرعة 20 عقدة. هناك مهبط للطائرات على هذا الزورق الذي تم تجميع وتركيب وأيضا تصنيع عدد من أجزائه هنا في منطقة المصفح في أبوظبي عبر شركة أبوظبي لبناء السفن. هذا الزورق أيضا يحمل زورقية مطاردة, يحمل مدفع رشاش عيار 57 ملي, هناك مدفعين جانبيين عيار 30 ملي, وأيضا هناك أنظمة اتصالات ومحاكاة وغيرها من الأنظمة التكنولوجية الجديدة التي تستخدم في هذا الزورق الذي يعني يرفع علم الإمارات عاليا في الساحل البحري, سيعزز من مكانة أيضا دولة الإمارات في القطاع البحري, وله العديد من الإضافات المتعددة. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم معنا في هذه اللحظات العقيد فهد الذهلي. العقيد فهد, نرحب فيك معنا, واليوم شفنا صفقات متنوعة, ولكن إذا ما بنتحدث اليوم عن الزورق البحري أريلا, ماذا يميز هذا الزورق عن غيره من الزوارق وهو نكهة إماراتية؟ اليوم سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد الحيان رفع علم الدولة وإذانا بتدشين زورق حرس السواحل المسلح أريلا. الزورق يعتبر من الزوارق, من أكبر الزوارق المتواجدة في الشرق الأوسط في مجال حرس السواحل. أنت تعرف أخوي حامد أن نحن عندنا منشآت بحرية تحتاج لحماية تلك المنشآت. عندنا أيضا بإمكان الزورق هذا القيام بعمليات البحث والإنقاذ, بإمكان الزورق هذا القيام أيضا العمل كقاعدة متقدمة, كقيادة متقدمة في حالة أزمات الطوارئ, بالإضافة إلى مكافحة التسلل. نعم. اليوم يعني من خلال الجمهور المتواجد أشاد بالصناعة الإماراتية من خلال معرض نافدكس والزوارق الموجودة اليوم هناك المشاركة, ماذا يميز الصناعة الإماراتية عن غيرها من الصناعات التي فاجأت الحضور والجمهور؟ الصناعة الإماراتية لا تقل شأنا عن الصناعات الأخرى, سواء كانت على مستوى زوارق الكورفت مثل ما شاهدتوا أنتوا بالأمس تم استلام زورق الكورفت, زورق صواريخ الكورفت الهيلي. نعم, كما ذكرنا أن هذا فخر الصناعة الإماراتية, شركة أبوظبي لبناء السفن قامت بصناعة هذا الزورق. أحب أضيف أيضا هناك بعض القوارب السريعة لو تفضلت وشفتوها في العرض أمام أو في القناة البحرية تمثل شركات محلية. نفخر بوجود مثل هذه الشركات, نفخر بوجود شركة أبوظبي لبناء السفن, نفخر بوجود شركة الفتان وغيرها من الشركات الوطنية. أزيد وأكرر أن الشركات الوطنية ليست بأقل كفاءة من غيرها, وإنما قد تصل إلى أنها تكون أكثر كفاءة عن شركات أخرى, وهذا لنا الفخر في ذلك. نعم, بالتأكيد لنا الفخر. العقيد فهد ناصر الذهلي, كنت معنا عبر قناة أبوظبي, شكرا جزيلا لك. وإذا مشاهدينا ربما ألقينا ضوء على فعاليات وأيضا صفقات اليوم الثالث, لنذكر بأربعة مليارات وخمسة وسبعين مليون درهم إماراتي هي صفقات اليوم الثالث, وخلال ثلاث أيام كانت صفقات القوات المسلحة الإماراتية خلال المعرض تجاوزت 15 مليار و600 مليون, ما يقارب 16 مليار درهم. ونذكر هنا وملاحظة أن هناك العديد من الصفقات بين الشركات الإماراتية وشركات الأجنبية, بينها وبين عدة جهات وخارجية, ولكن ما يتم الإعلان عنه هنا هو فقط للقوات المسلحة الإماراتية مع الشركات, ناهيك عن الصفقات الأخرى المعروضة, مما يؤكد المكانة الاقتصادية والعسكرية والسياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعودة لكم في الاستديو.
شكرا لك حامد على هذا التفصيل الجميل للمؤتمر الصحفي وكذلك لكل هذه الصفقات التي لخصتها لنا في هذا اليوم والمبلغ يعني حجم الصفقات الذي قارب مبلغ 16 مليار درهم مبلغ طبعا كبير ومبلغ يثلج الصدر حقيقة لهذه الصفقات الرائعة والعظيمة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 في دورته الثالثة عشرة وكذلك معرض الدفاع البحري نافدكس 2017 في دورته الرابعة. نعود مشاهدينا لضيفنا في استوديو مركز أبوظبي هنا للمعارض معي نيكولاس إيمس الرئيس التنفيذي في شركة إس سي جروب البريطانية وأسألك مرة أخرى حجم التعاون والصداقة في الإمارات وعبر الصناعات العسكرية البريطانية الإماراتية كيف تقيمه وكيف تراه من خلال معرض آيدكس 2017؟ أعتقد أن هناك تاريخ طويل في تعاون المملكة المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة تأخذ هذا السوق بمحمل الجد ولذلك نحن نشعر بأننا فعلا نتبع طريق جيد ولا نقول أننا يمكن أن نكون أفضل ولكن يمكن أن نتعاون بطريقة أفضل ولكن أعتقد بالنسبة نحن بلد صغير ونحن سعداء بأن نعمل مع الشركات المحلية لأن هناك أيضا بالنسبة لقيمة كبر المملكة المتحدة ليس كثيرا لذلك نريد أن نتعاون مع الناس ونكون هناك نقدم أفضل خدمات وأفضل منتوج. كنت تحدثني تحت الهواء عن هذه المنتج الذي تقدمه إسي جروب البريطانية وهذه المدرعة أو سابكات حبذا لو تطلعنا على المميز في هذه المدرعة. So this is our vehicle, the HMT. إن هذه المركبة والتي نقدمها وهي خاصة بالطرقات الوعرة وأيضا لديها ميزات خاصة بإمكانها أن ترتقي على الجبال أيضا ويمكن حملها داخل مروحية وأيضا تأخذ الجنود إلى أماكن التي لا تصل إليها المركبات الأخرى و. لذلك لدي سرعة عالية أيضا 120 كيلومتر في الساعة في مبطئات ولذلك هي عملية جدا وأيضا حاليا دخلت الخدمة في العديد من البلدان في العالم وهذه أعتقد بالنسبة للصحراء وهو سيكون رائع جدا أن نبدأ هنا في سوق الشرق الأوسط وأن نكون هنا مع شركائنا المحليين سنرى كيف ولكن ننطلق من الإمارات العربية المتحدة وتكون هي منطلقنا. كنا قد استقبلنا الملحق العسكري للمملكة المتحدة قبل ساعتين من الآن في الاستوديو معنا هنا وتحدثنا معه عن طبيعة العلاقات العسكرية الإماراتية البريطانية والتي قال عنها بأنها متميزة وهي في نماء دائم. التطلع إلى التعاون كذلك المحلي لتصميم وصناعة المنتجات محليا هنا في الإمارات حجم الشراكة المصنعية دعني أقول أو الصناعية ما بين الإمارات والبريطانية كيف تنظرون إليه في المجموعة؟ Well, I think you're right. أعتقد أن العلاقة تبدأ دائما على مستوى الحكومات دائما ونحن نتبع ذلك المثال وهذا واضح بالنسبة لي أن هناك الحكومتين فعلا في تعاون وطيد جدا وأعتقد أنه شأن جيد والمملكة المتحدة متواجدة وهناك نشاط كبير أن تكون هناك علاقات جديدة أيضا مع بلدان خارج أوروبا وهذا جيد بالنسبة لنا لكلانا وبالنسبة لنا نحن سنتبع
هذا المثال نتطلع إلى الشركات التي تقاسمنا وجهة نظرنا في التصميم والتطوير والتصنيع أيضا, وأيضا بالتأكيد التسويق وتسويق المركبات في هذا البلد وفي البلدان الأخرى المجاورة. أعتقد أن خبرتنا إلى حد الآن وتجربتنا كانت مهتمة أكثر إلى إعادة بيع المنتوجات التي تصنع خارج المملكة المتحدة, ولكن نريد أن الآن نعمل مع شركائنا المحليين لتصنيع معدات هنا مهمة بالنسبة لهذا البلد. وأعتقد أن هذه الفرصة هي الواقعية, ليس فقط بالإتيان بمعدات ولكن صنع معدات هنا داخل الإمارات بقدرات إماراتية للتصميم والتطوير المعدات المختصة وخاصة جدا بالنسبة للتطلبات. في ظل ما يمر فيه العالم من مشكلات سياسية دعني أقول وصناعية وفكرية أيضا والكثير من القضايا المتلاحقة في هذا العالم, أين تجد شركة إس سي جروب البريطانية موقعا لها في التصنيع أو في الترويج كذلك وفي المنافسة العالمية؟ I think that's a, it's a lovely question. هذا سؤال and it's a big question أيضا, سؤال كبير. I ask myself أسأل نفسي دائما نفس السؤال يوميا, ولكن هناك التغييرات يجب أن نعتبرها كفرصة, ولكن أين هناك التغيير, أين التحول يحصل, ولكن بالنسبة لنا الأمن أيضا يصبح مهم أكثر وأكثر, لأنه بالنسبة لنا أن الفرصة أيضا أنه بناء أيضا أن يكون هناك استطلاع أيضا على المدى الطويل, وربما ويكون أيضا أن نزور القرى والمدن الأماكن البعيدة أيضا, وهذا أعتقد أن هذه فرص لدينا ننظر بالنسبة للتقنيات المتطورة والتي وصلت إليها وقدرة حتى نعمل مع ناس الذين يوفرون أيضا إدارات المعارك و الاتصالات والمعلومات حتى نقوم نستخدمها بأفضل طريقة. ولذلك أعتقد أن إدماج أيضا بعض المعدات الإلكترونية الأخرى وهذا أصبح شيئا مهما جدا في هذا العالم. لذلك أعتقد أن التحديات العالمية هي سياسية واقتصادية, وبالنسبة لنا لابد أن نرتفع إلى مستوى العمل مع شركائنا وزبائننا حسب مطالبهم المتميزة والخاصة حتى يواكب هذه التغييرات, لأننا أيضا نحن لابد أن نكون بسرعة نواكب ذلك, ونتمنى أن نكون قادرين على تقديم أفضل الحلول والحلول المناسبة لهذه التغيرات السياسية. السيد نيكولاس إيمس الرئيس التنفيذي لإس سي جروب البريطاني, أرجو أن تبقى معنا. أذهب معكم مشاهدينا الكرام إلى الزميلة مهرة الجنيبي وزاوية من زوايا آيدكس 2017. تحية للزملاء من الاستوديو من هنا من معرض آيدكس. بعيدا عن الشركات المشاركة والصناعات الحديثة طبعا المشاركة في هذه الدورة, سأركز على جانب جدا ضروري ومهم وهو تغذية العسكري في الميدان. سأتحدث عن هذا الجانب مع الشيف عمر, سيخبرني أكثر عن كيفية اختيار الغذاء للعسكري والقيمة الغذائية المكونة منه. مرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا, خبرنا أكثر عن هذا المنتج ومشاركتكم اليوم أيضا في المعرض. أولا أهلا وسهلا فيكم. إحنا الشركة العربية للوجبات الجاهزة من مجموعة كادبي الصناعية من دولة الأردن, بنرحب فيكم في هذا المعرض. إحنا عندنا حلول لوجبات العسكريين في الميدان اللي هي الوجبات المرزومة, اسمها الوجبات المرزومة بالعربي, بالإنجليزي تسمى MREs اختصار ل Meals Ready to Eat. نعم, احنا طورنا المنتج ليكون منتج يليق في جيوشنا ومذاق اهل العساكر العرب.
طعم نعم طعم الوجبات العربية المتعارف عليها في المنطقة مثل الفريكة مثل البرياني الكبسة حتى للفطور عملنا منتجات برضو نفس الشيء حمص وفول ومنتجات أخرى. كيف تتم تحديد قيمة الغذاء وكيف تتم تقسيمها أيضا؟ تتم عملية تحديد القيمة الغذائية لكل وجبة حسب متلقي الخدمة. متلقي الخدمة ممكن يكون قوات خاصة ممكن يكون جنود مشاة ممكن يكون يعني أكثر من جهة. الجهة اللي بتحدد كم قيمة الغذائية المطلوبة لهذا العسكري. العسكري الذي يبذل يعني جهد أكبر مطلوب مثلا على سبيل المثال 3000 سعرة حرارية في اليوم نعمل له تقسيمه بحيث يكون الفطور مثلا 950 كالوري الغداء نفس الإشي مثلا 900 لألف والعشاء نفس الإشي بتقسم على 3 بحيث يكون المجموع 3000 كالوري. هذا كمثال المشاة على سبيل المثال 2000 ل 2500 كالوري باليوم تتقسم فطور غدا عشاء وما بين الوجبات از انرجي بار مثلا اللي هو شوكولات او مكسرات او اي حاجه ممكن نقدمها. جميل. نعم الان نعرض لكم الوجبه اكثر وجبه مشهوره في الاردن اللي هي المنسف. المنسف الاردني طبق جدا مشهور ولذيذ جدا يتكون من الرز مع لحم الخروف اللي هو الخروف البلدي. هذا طبعا المنسف مع اللحم الخروف يقدم معه لبن المنسف. لبن المنسف اللي هو مكون من مادة الجميد. الجميد هو لبن مجفف مشهور جدا في الأردن ولذيذ جدا يا ريت تجربوه تعطونا رأيكم فيه. هذا هو الجميد لبن المنسف. بتحس انه يكفي يعني حاجة الجندي وهو في الميدان؟ طبعا بكفي حاجة الجندي. هي يعني الوجبة مدروسة من حيث القيمة الغذائية من حيث الطعم من حيث الكمية انها مشبعة للجندي في هذا المكان. طبيعي 100% ما في اي مواد حافظة في المنتج يتم تعقيمه بطريقة صحية وآمنة. يتعرض للحرارة بعد عملية الطبخ وتعبئته في المغلف يتعرض للحرارة والضغط المناسب للمنتج الذي يكون داخل هذا المغلف. ما على الجندي إلا تسخينه بعدة طرق. ممكن تسخينه على محرك المركبة ممكن تسخينه في حلول التسخين المتوفرة داخل الريشن باك اللي هو الحصة اليومية أو الوجبة اليومية. هذا كيس تسخين بتضيف له فقط كوب من الماء يبدأ الماء بالغليان يدخل هذا المغلف في الكيس يطوى ويوضع جانبا لمدة 10 دقائق يكون الوجبة جاهزة وساخنة واصل الحرارة المطلوبة. ما عليه إلا يفتح يسكبها داخل الصحن ويتناولها. جميل شكرا شيف علي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. اهلا طبعا هذا كل ما لدي والعوده اليكم في الاستديو. شكرا الزميلة المتألقة مهرة الجنيبي على هذا التقرير الحلو حقيقة. ويعني حتى آيدكس لم يغفل جانب النظام الغذائي للجندي واهتم فيه كذلك. وهذه لفتة وبادرة حلوة أن يتواجد أيضا شيف يقدم المأكولات وأيضا القيم الغذائية التي لابد أن يحصل عليها الجندي. أرجع إليك سيد نيكولاس إيمس الرئيس التنفيذي لشركة جروب إسي البريطانية. يعني شاهدنا في التقرير منذ قليل الذي قدمته زميلة مهرة شيف يقدم القيم الغذائية للعسكري. رأيك في مثل هذا الأمر؟ Oh, I think it's tremendous to see the capabilities that as you have identified. ايضا كما كنا نقول سابقا ان كيف نرى آيدكس يتطور خلال العشر سنوات التي شاركنا فيها وهذا شيء جيد ان نرى ان كيف الامور المحليه تتطور وتبدا ان تقرب. هذا يجرني الى سؤال مهم كذلك. مدى التزام الشركات الصناعيه بقيم المجتمع او بقيم الانسانيه من حولها وماذا تقدم لعملائها عدا الأسلحة أو الصناعة البحتة؟
Well, again, I think مرة أخرى أعتقد أن هذا مهم جدا أن بالنسبة إلي الشركات الصناعية تفهم أيضا العسكري وما الذي يعيشه لحتى يكون هناك حلول. وطريقة نقوم بها في المملكة المتحدة أن نعمل مع القوات المسلحة حتى نصبح في التدريبات أيضا نشارك نحضر, ولكن هذا شيء مهم جدا عندما يكون الجندي خارج في العمل. لابد أن تكون معهم تحديات وأن يعمل كفريق أيضا, وأيضا العلاقة الجيدة بين الأفراد نفسهم. ولكن أيضا جيد بالنسبة للصناعة أن تساهم في ذلك, أن تفهم عقلية الجندي والتحديات أيضا, وتدعم العساكر والجند أيضا عندما لم يكونوا حتى خارج العمليات عندما يتدربون أو في أو بالراحة. قلت لي أن قبل 10 سنوات عندما جئت لآيدكس لم يكن ربما مركز أبوظبي الوطني قائما في مكانه, وقد كانت يعني بدايات البناء والإنشاءات في ذلك الوقت. ما الاختلاف الذي تجده في آيدكس أبوظبي ولا تجده في أماكن أخرى؟ Well, I think it's a much more complete event. أعتقد أنه مكتمل كحدث الآن, وأنه ناضج أيضا, ونحن بدأنا نرى ذلك في الطريقة التي للصناعة والحكومة وكيف أنه مركب تركيبته. ولذلك أصبحت أين عمل نقوم به هذا وأين ما يقوم به كان العلاقة أين مع القوات المسلحة ومع الحكومة. الآن بدأنا أن نرى أن ومن التغيير أيضا, لأن هذا المبنى فعلا وهذه رائع جدا وجزء من هذه التغييرات عندما كنا نرى ذلك أيضا البناءات خارج, وهذا يبرهن على نضج أيضا. وأعتقد أن نرى من كل وجهة نظر أن الإمارات تنمو وتطور أيضا في قدراتها الدفاعية, ليس فقط في الجيش ولكن أيضا في الصناعة وفي الحوكمة. كما ولا يمكنني إلا أن أهني الإمارات بهذا. السيد نيكولاس هيمس رئيس التنفيذي لشركة جروب إس سي البريطانية, شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا ضيفا في استوديو أبو ظبي. شكرا جزيلا. شكرا. It's been my great pleasure. Thank you. Thank you very much. ونتحول بكم مشاهدينا الكرام إلى زميل المتألق سهيل الزبيدي, وزاوية أخرى أيضا من زوايا معرض الدفاع الدولي آيدكس 2017. إليك سهيل. الله يعطيك العافية نايف. وفريق أبو ظبي كامل, فريق كامل يوجد من أبو ظبي في جميع أروقة آيدكس ونافدكس لنقل الصورة كاملة لكم. نحن هنا اليوم على مدى الأسبوع سوف نكون أذانكم وأعينكم التي تشاهد وترى بإذن الله رب العالمين. أنا هنا موجود في شركة ليوناردو الإيطالية. عندما تتكلم عن الطليان فأنت تتكلم عن حسن التصميم, عن جمالية التصميم وعن الفخامة أيضا. معي هنا إلى جانبي السيد ستيفان بورتولي. ستيفان بورتولي, you are welcome sir. هو من شركة ليوناردو. You are welcome sir here in Emirates. Thank you. I'm very glad to be here today and I can present and introduce to you the 609, which is our best helicopter. It's a combination of helicopters and aircraft. We call it tilt rotor because the engines and nacelle tilt, and it's faster, can go further and can go higher than any helicopter in the world. السيد ستيفان سيطلعنا على طائرة شديدة الخصوصية, هي ازدواجية مزاوجة ما بين الهليكوبتر الطائرة العمودية والطائرات أو الطائرة العمودية والطائرة المروحية. الهليكوبتر والطائرة العادية التي اعتدنا رؤيتها هي أسرع, هي أجمل, وهي تتقدم وتكتسح الأسواق وعليها طلب كثير كما يقول السيد ستيفان. Show us. Well, I can take you inside the VIP version of the 609, which is the most comfortable, and it's a 6 passengers layout that you can see. Come with me, with your camera.
just we have one problem that this camera is wireless. Maybe we will lose the contact here. If we can take just Okay, let's come close. Okay, let's okay. Come close let's be closer. Okay, I'll show you around. This is a VIP passenger version for six passengers. So can fly over 500 kilometers per hour, can cover over 750 nautical miles. So it's a very long distance. And so it is the fastest way of commuting point to point, combining helicopters and aircraft. إذن هذه الطائرة هي طائرة عبارة عن شيء ما بين طائرة الهليكوبتر والطائرات العادية التي اعتدنا رؤيتها. هذه مقصورة الفي اي بي للأشخاص المهمين، وهي سريعة جدا، تبلغ سرعة هذه الطائرة قرابة 500 كيلومتر في الساعة. But the speed of helicopter? It would be, let's say, typical. The helicopter has a speed which is half of it. So if it flies at 500 kilometers per hour, an helicopter could fly at 250 kilometers per hour. إليك المقاربة 150 كيلومتر طائرة الهليكوبتر سرعتها، بينما هذه الطائرة الجديدة والملقبة بـ AW609 yes. 609 تبلغ سرعتها 500 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقصورة ذات فخامة عالية جدا، وهو ما يتميز به تتميز به الصناعة الإيطالية. What else can you tell us about this? That this will be certified by the American authorities next year and will be delivered starting from 2019. And of course, we are studying different variants of these helicopters, not only the VIP variant, but the search and rescue and the EMS version as well. هذه الطائرة سوف تكون جاهزة في الأسواق في عام 2019. إذن لديك الآن لترى ما هي أهمية هذه الصناعات الجوية. يروجون اليوم لصناعة سوف تخرج بعد عامين من الآن، بالإضافة إلى أنها سوف تكون على شكل مقصورات خاصة لكبار الشخصيات، ومقصورات أيضا للاستخدام في عمليات الإسعاف وفي عمليات الإخلاء لسرعتها الكبيرة. So one further thing is that as usual to our customers we are available for different type of different type of customized solutions because one of our proposal is to be flexible and listen to customer needs and try to serve them even once we have delivered the helicopter with after sale services. إذن يقول السيد ستيفانو، يقول هنا نحن استمعنا للزبائن، استمعنا لطلبات الجمهور، ماذا يريد الجمهور، ماذا يفكر الجمهور، ماذا يحلم الجمهور، وأردنا تصميم هذا المطلب الذي يطلبه جمهورنا، وجسدنا مطالبهم وأحلامهم في هذه الطائرة. Can you show us something else? Well, of course, you can see different technologies here around of Leonardo. In terms of helicopters, you will see the naval solutions, which is the 159, next to the model of the tilt rotor, the smallest one, and then the 101, which is another naval platform, very well proven, over 200 helicopters flying around the world, the 101. This is, you mean the Royal Navy, yeah, this one? It's been called the Merlin, flying with the UK Navy. إذن هذه طائرة إيطالية تستخدم أمريكيا، تستخدم أو يستخدمها تستخدم القوات الإيطالية، تستخدمها القوات الأمريكية. What the capacity of this helicopter? This helicopter is a naval helicopter but is developed and currently delivered to the Italian Air Force in the combat search and rescue variant. It's a very capable platform, three engines, 16 tons of maximum takeoff weight. Depending on the solution we can provide a number of different weapons on top of it and as well of different systems so it can be used for marine purposes or for patrolling as well.
إذن عندما سألت السيد ستيفانو عن هذه الطائرة أجابني بأنها لديها القدرة أن تحمل 16 طن. هي أيضا مجهزة لكي تحمل الأسلحة المختلفة، وهي مطورة بطائرة هليكوبتر بثلاث محركات. Can you show us the first one? This one is the 159. Again, it's a marine helicopter. It's flying currently with the color of the UK Navy. And as well, the UK Army has the same helicopter. It is anti-submarine warfare. It is about patrolling sea, and it could be with missiles, rockets, and anti-sonar devices. إذن هذه الطائرة تستخدم أيضا في القوات البريطانية. هذا ما لدينا في هذه الزاوية، زاوية ليوناردو، الشركة الإيطالية. كان معنا السيد ستيفانو بورتولي. شكرا جزيلا لكم، وعودة للزميل نايف. شكرا زميل المتألق سهيل الزبيدي لهذه التغطية الحلوة من هذه الزاوية، وطبعا هذه التقنيات المتعددة والصناعات المتواجدة على أرض معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017 وفي نسخته طبعا 13، وكذلك معرض الدفاع البحري نافديكس 2017 في نسخته 4. يتحفنا بكل ما هو جديد وكل ما هو غريب في عالم التكنولوجيا والتقنيات الدفاعية المتعددة. في كل يوم هناك حدث جديد وهناك فعالية جديدة، والكثير حقيقة من الفعاليات المستمرة في المعرض وحتى تاريخ 23 كما هو معلوم للجميع. تغطيتنا مشاهدينا الكرام انتهت لهذا اليوم، تشرفنا بنقلها لكم عبر قنوات أبو ظبي للإعلام من مركز أبو ظبي الدولي للمعارض هنا في استوديو أبو ظبي وقنوات أبو ظبي على جميع الأصعدة. يشرفنا كإعلاميين أن نكون معكم دائما في جميع فعالياتنا الوطنية ملتزمين بها وإليكم في نقلها بكل نزاهة وبكل صراحة. أشكر لكم متابعتكم، وكان معكم في الفترة الأولى الزميل سهيل الزبيدي، وتشرفت معكم في الفترة الثانية أنا نايف النعيمي. نلتقيكم غدا إن شاء الله في تغطية جديدة. كل أمنية الخير والسلامة دائما أتمناها لكم، وإلى اللقاء.